Bonjour, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ma cuisine. مرحبا بكم dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau à la semoule. كيكة نتاع السميدة. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. Pour المقادير الكيكة نتاع السميدة، زوج حبات بيض، دو زو، 100 غرام دو سكر، 100 غرام نتاع السكر، 100 مليلتر دو لويل، 100 غرام و 100 مليلتر نتاع الزيت، دو سكر فاني، 80 غرام دو فارين، 80 غرام نتاع الفرينة، 50 غرام دو نوا دو كوكو، 50 غرام نتاع الجوز الهندي، أي ياغورت ناتور 150 غرام دو سيل اون بانسي دو سيل 14 غرام دو لا ليفور شيميك 14 غرام تاع الخميرة تاع الحلوى 150 غرام دو سمول فين 150 غرام تاع السميدة الرقيقة اللي نصيبو بها الحرشة هنا بسم الله 100 دي زو 100 مليلتر دو لي سكر سكر فاني غادي نخلط البيض السكر نميلونج لي زو اي السكر ونطرب البيض بالسكر دو لويل غادي نزيد الزيت الحليب جي طميزي لا سمول لا فارين اي دو لا ليفور سيرت الخميره الفارينه السميده دو لا كونفيتور اون كويير ا سوب noix de coco et le yaourt دهنتها بشويه نتاع الزبده ان تي بو بور ان بو دو سمول سمول اكسترا فين غادي نرشها بشويه نتاع السميده الرقيقه لو فينو
J'ai allumé le four à 180. Je vais le mettre dans le four. شعلت الفرن من تحتي من الفوق 180 درجة. Je vais le laisser 30 à 35 minutes et on surveille la cuisson. Un peu de confiture, مربى مشمش. J'ose le handi, je le mets dans une petite boîte, plus facile à بصحة والراحة. Et bon appétit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.